نجاح جديدة في تونس والعالم العربي. يرجع معنا ناصر البودي مرة أخرى في البلاتو. سكس ستوري بالأخضر لوبوغوس الأنيق الرشيق الفنان العالمي والمحبوب تسفيق لوغرانش جعفر جعفور البوغوس الأنيق. مرحبا منورنا جعفور. رمضانك مبروك. كل عام وانتم حيين بخير. إن شاء الله رمضانك مبروك. ليديز كل عام وانت بخير. سونيا إن شاء الله رمضانك مبروك. كل عام وانت حيين بخير. يعيشك. جتام بوكو. نحب نعتذر على الملأ فهمتوا ولا من سندريلا لأنه مرة أعطيتها كلمة باش نجي وما حضرتش. مش مسامحتك ها؟ لا تسامح. تحبني ولا تحب؟ نسيتها. تدعي دعمان فهمتني. ونحب نقول للحاج فهمتني ولا جتام بوكو وديما نتذكرك الأيامات الأيامات وقت اللي كنت أنت مدرب جمعية إيفام وأنا كنت رئيس جمعية ومن الدور الأول خسرنا. أقسم بالله خسرنا الحاج. هو أنت رئيس هو المدرب. أنا رئيس جمعية كنت. هو المدرب. غنفسرك حاج ورحمة أمي باش تدوخ بالحق. حاج ما هو إعلام رياضي ولا إحنا الجمعية ما فيها ستة من الناس بالجول السعدي جول وهما خمسة جولات. نقول له يا حاج رانا ما نردوش ليه. نقول له الخطة شنية باش نلعبوا البيانا ولا البيتيكا بونوك. يقول لي 4-4-2 يودي احنا خمسة. يا حاج احنا خمسة اسكت. يقول وخسرنا خسارة مدوية. كان معانا كل الشربة نعيطوله. كانت نتيجة مشرفة 12-1 خسارة مدوية فهمني ولا التصريحات كانت مدوية. جعفور سلسة بك يا الفنان. نحكيو معك على الأعمال. نحكيو معك على الحضور على رمضان على كذا. اليوم نحكيو مع جعفور صاحب المشروع. المشروع والحلمة اسمها جاف. كنا حكينا عليها جعفور. حوايج باسمك انت جعفر. ملابس نساء رجال صغار باسمك انت. حكيت انت كان عندك اكثر من ظهور عليهم. حكيت على الحلمه كيفاش بديت. تقريبا نهارين وتحل البوتيك لهنا في لاك ان هارت السبت ان شاء الله بعد غدوه تنجموا قبلكم وحدنا لهنا ان شاء الله تعملوا تله وتشوفوا. يلا نخلي لك ميكرو لك انت يا جعفور. شنو تحب تحكي للناس اللي مازالت ما سمعتش بالجاف الحلمه ذي اللي بدات تتحقق؟ جاف دي ديفي جي جعفر A amour, A ambition, F force. Ou elle est dédifi, J Jaffer, A amour, A Edem, ou elle dit F Fatma Binti. نحب نخلي حاجة. نحب نخلي حاجة. نحب نخلي تراس باهية اللي هي الملابس. بالنسبة لي أنا جاف هذه باش تشوفوا نوعية متاع ملابس عالمية على مسؤوليتي عالمية بأيدي تونسية. العالم اللي نقلدوا فيه والنوعيات العالمية متاع الملابس اللي نقلدوا فيها واللي نشريوها بسوم مرتفع فهمتني. اليوم حتى البلاد ما تنجمش حتى المستوى المعيشي بتاع الإنسان ما نجمش. التونسي نجم يشري مريول حتى مذرح معناتها ولكن ماركة وما يخوش قطعة تونسية فهمتني ولا حتى مستواها معناتها المادي متوسط وجودة عالية وجودة عالية. أنا نوعد الناس اللي يعرفوني واللي عندهم فيها ثقة أنا مش شوفوا ماركة عالمية لأنه احنا مش نحلو في باريس مش نحلو في كوت ديفوار مش نحلو في الأفريق في قادم الأيام في الجزائر فهمتني. الجاف ها غوصت جعفو مازلت ان شاء الله ربي يجيبنا في السويد. يا ربي يا عالي يا ربي يعطي خير ان شاء الله. مازلت كي جيت اربع بلدان ما شاء الله ورحمه امي وان شاء الله. ولا لا لا طبيعي. لا تعمل فيه سمباتيك. لا والله لا حزن يمثل نعرف والله حزن. اي نعرفك يا اخي رفيق خدمنا مع بعض. يا اخي لا اله الا الله فهمتني. معناتها الماركة عالمية وباش تنطلق من تونس. انا حابش تقول جملة للناس اللي يسمعوا فيه اللي ممنين بي هذوكم رجلين اللي مش ممنين. اقسم بالله في ظرف عامين ولا ثلاثة لما نكون اقوى ماركة في العالم انا عندي حلم. ما ترفعش تحديات برشا في العالم برشا. يا رفيق نحلم مش واقع مش واقع. تو انت كي ترقد تحلم تحط راسك على المخدة. يجيك مثلا خوك الكبير مثلا لابس شورت في راسه في الحلمة تقول له علاش لابس الشورت في راسك. يا حلمة هي خلينا نلبس الشورت ويت في ريوسنا على الاقل في حلمة. ولا الموت الحقيقي يحبوا يقتلوا فينا حتى الاحلام. انا نحب نحلم. الحلمة تنطلق من نهار السبت في اللاك لهنا بماركة اسمها جاف. ايجا شوف الابداع والخلق الكرياسيون نتاع السوابع التوانسة معناتها الديزاينر. ها وريتها سونيا اش قولك؟ لا والله العظيم سي تري 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 جولي. معناتنا كانت تنجم تكون نيمبورت كال مارك اترانجير فهمت.
نسمع فيك جعفر نسمع فيك دونك لا على زيد جد جعفر توا تويسا فهمتني تويسا معاك الاولاد اي اي ليكيب كلها تويسا كيسكي دو سبيسيال تويسا كل شيء اي اي تويسا كل شيء تويسا اخصائيه الماركه انا جيت بحذاك حكينا فيه شويه فما لي زارتيست اللي يصوروا لك على المريول على السبات على السرويل ثم الحاجه البيرسوناليزي اللي تحب انت ليك لبنتك لمرتك لامك اصنع لبستك هذا العالم تغير العالم تغير كيف مثلا تدخل ريستورون تختار السلطه اللي تحب عليها انت تو اللي تسمع فيا لو كانت تزور محلات الجاف هذه باش تلقى اللبسه العاديه ستوندار اللي هي واو معناها تهز مريولك وتروح تهز مريولك وتروح تهز السروال وتروح تهز السبيدري وتروح اللي هو واو بشابتو على السيت بشابتو على ليباج باش تشوفوا تجاف هذه شني سينو لو كان مثلا شفت حاجه حتى تصويره في الانترنت ولا ايماج ولا اسمك ولا اسم ولقب ولا تاريخ يعز عليك في ساك في سبيدري في مريول في كذا تاخذ تونيو كامل عندنا لي زارتيست باش يكونوا موجودين في البوتيك معناه كل ما نجي للبوتيك نلقى لي زارتيست بيان سور غادي بيان سور من كل دي بوزار بيان سور بالوقت يعملها لي اي لا مش بالوقت نتفاهم خلي وبعد ترجع تهزها واضح واضح جعفر شكون يحب يعلق على الحبيب شكون عنده سؤال شكون عنده سؤال انا شفت القماش نتاع المراول اللي جابوا لنا جعفر بالحق معناتها محلاه محلاه برشا معناتها ماركات كبيره برشا وتلقاها بنفس التيشيو هذاك بالحق اليوم صنع تونسي راهو سافوار فير راهي مهمه برشا احنا تو في تونس راهو بعد ساعات عندنا لي تيشيو راهو برشا معامل احنا في تونس راهو تو العام انا مشيت شريت سيرفيتمون من فرنسا مشيت اخويا فرحان بها وش دفعت قداش جيت نلقاها ميدان تونيزي مصنوعه في تونس مخدومه في تونس موجوده في تونس شكرا لك شكرا لك شكرا لك عندك سبعه دقائق هكا تعاملوا فيا هكا تعاملوا فيا لحظه انت دفعت هكا نجبد ملفات الفساد دفعت خمسه دقائق دفعت خمسه هكا هكا الاسكالوب دي هكا جست لا باش نختم نواصلوا حديث هذه فاتك عليك لا لا جست باش نختم بكلمه ردود فعل العباد الساعه دخلوا على السيت شريو كمانداو ردود الفعل باهيه برشا ما شريوش معناه خاطر السيت كيما صار في المنصه نتاع السيت الباري مش معناتها شريه مش بالكيفيه المنتظره وما ماهيش هذه القضيه انا قضيه شنو انا عملت اول مريول سميته بوسيبل هذه تاريخ راهو سميته بوسيبل ثم مراه مواطنه من المغرب كي شفت المريول قالت لي كي تحكي باش تبيع المريول قالت لي احكي بالجمل هذوما قالت لي قول لهم اللي المريول هذاك يعطي طاقه انت تبيع في الطاقه مش في الحوايج بلادنا مستحقه طاقه انا خبير مستحقه طاقه. انت كي تشوف مريول فيه استطيع ويبدا لبسه رفيق بوشناق وانت جاي محبط ولا لبسه الحاج وفيه استطيع يعدي لك انرجي انا نبيع في الانرجي مش في الملابس الملابس تبيع بارتو انا باش تشوفوه في البوتيك هذا انه ثم حاجات ثم جمل حتى لوليداتنا ساعات نبداو لابسين مريول مكتوب بالانجلي فيه مثلا كليه الاداب بالعربي شو اسمه كليه بالفرنسي بالفرنسي فاكولتي دو ليتر صحيح اللي هي بعد كده اي لا لا اللي هي فاكولتي تلقى مريول مكتوب فيه فاكولتي دو ليتر فهمني ولا حاجه اللي انت ماكش فاهم المغزى نتاع الكلام اللي يكون سبان حتى في شخصك احنا باش نكتبوا عبارات للي جون اللي تقويهم وتعطيهم الثقه والانرجي وي زيدو والله كلمه بالحق نحن عندنا مشكله في تونس ما تلقاش منين تشري واللي بري اللي يجيبوا فيهم من برا فوا 3 فوا 4 انا مشيت شفت بحذا جعفور جمعه كامله بالحق كاليتي تعمل 66 كيف وبصوم باهي بصوم باهي على الاخر معناتها المريول اللي باش تاخذه من عند جعفر راك تاخذه من فرنسا ولا صحيح حاجه صحيح من صحيح برا فوا 3 والله يا راهو عندنا ديكرياتوري ساعات تلقى روحك تقول يا اخي تونسي ما يعرفوش يعمل سريول كل سريول اللي ماكو مثلا كاليتي باهي مش لازمني انا نتلكع في خمس خويا نهارت السبت مريول كذا جيليات مش كل شيء نشريه نقول لك حاجه ساعات نشريه اوبليجي على كل كاليتي خاطر تحس سرويل قدك في بدنك مريقل المريول كذا يا سيدي وجا السرويل مشرول لحظه مش معك للاخر انا جا السرويل مشرول ما تصيرش في الماركات العالميه تصير اما احنا شنية نمشيو بمنطق الضعف للماركه العالميه ناخو عيني مغمضه عيني مغمضه نعطيك معلومه انا شريت برا مريول ماركه عالميه نحيه بظوافري برهان ونطويه واحده واحده وما نتكيش بيه على البنك ماركه تونسيه تك تك وقولش بيه تطلع الفلافل وهو يتبلحط ويتبلحس بيه شبي يطلع الفلافل داخل في حرب على الماركات العالميه داخل في حرب لا مش داخل حرب اما انا نحب نقول اللي كونه راهو الكاليتي اللي عندنا حاجه عالميه
نهار السبت لوفرتور اجا شوف اجا شوف وقت جا السبت يوميا يوميا نحكيوا على المشاكل الاقتصاديه يوميا وحنا نحكيوا على الازمه الاقتصاديه راهو 619 استهلاك المنتوج التونسي يزمو يولي عقليه فينا عقليه تجي باش تتوجه للمنتوج راهو هذاك راهو نجيبوا فيه بالعمله الصعبه راهو هذاك الاقتصاد نتاعنا قاعد ينهار به راهو رانا نشريو من البلدان كيما تركيا وغيرها اكثر من نبيعوا لهم راهو هذاك الكل من دمنا والحمنا راهو وقت اللي تشري المنتوج التونسي راهي مساهمه منك في انقاذ الاقتصاد التونسي اول بعث مشروع يجي في فيه باش ولدكم تطيشوني ما يشريوش مني انا ما عادشكم باش يشريو لوي فيتون بدا هكا كي حل في فرنسا لا يا حل ولدكم عمره ما عمل فوتخ فيس والله يا رفيق لا بربي يا مان نحب نقول خاطر راني مشحون ولدكم بالحق اللي يسمعوا فيا ياخذوا من عندي واجب يلزم ياخذوا من عندي انا ولدهم انا اللي باش نشرفهم في قادم الايام خاطر كان نجحت الماركه هذه احنا الكل نجحنا كان ما نجحتش دخلت في عيد وحدي فهمتني انا متاكد شي شجعوني حوايج الخيرات الكل برهان برهان راك مقنع تكلم دافع على حبيبتك لابس برهان مربع يدي ولابس ماركه شحال نهار السبت الصغيرات حوايج العيد باش يكونوا حاضرين اهم حاجه في الماركه هذه حاجتين البو انا مثلا تصير لي باش نمشي نشري سبيدري الادم والسروال وسوري الدوخ نتعب السبيدري نشري من شيره والسروال من شيره والسوري من شيره الماركه هذه اللي اسمها جاف اللي هي باش تحل نهار السبت لهنا في اللاك مقابل الديوان شفاه السبيدري موجود سنكرونيزي مع السروال مع المريول مع البلوزون بالنسبه للطفل البنيه تشري لها من فوق معناتها من الفيست للمريول للسروال للسبيدري كله سنكرونيزي المراه ريت المراه تشري حتى الساك فهمني ولا حاجة واو مبانترينو وليدات من ليكول دي بوزار تحفة فنية باش تشري ساك فري كوير تحفة فنية بمستوى مادي ماهوش عالي برشا والسبادري كيف كيف راهو ثم حاجات واو 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 ثم ستوندار كل شيء باش تلقاه ويزيد ربي سامحني والله رينا سبادري يا راتو سونيا بتاع نساء 200 دينار يا خويا سامحني حاولوا بالورو 200 دينار شفتوا برهان سبادري يبدو لا لا انت ريت ولا كما ريتوش نوريك تو لا ما شفتش وبالحق في المباشر اعطي رايك لا بربي خلينا هكا ما بعث لهم التصويره لا لا ابعث نعمل لك اشهار نعمل لك اشهار جعفور جعفور امبارح والله طرح سؤال وسالوا محضر حاجه للنساء المحجبات مثلا يحبوا يلبسوا في قادم الايام حاجه الوان وكل اللي بيان سير يا ولدي لحظه انا عندي نظره على الالوان راهو اي فوالا المراه بالنسبه لي انا ما عادش يلزمها تلبس الالوان تلبس مثلا اورانجي فهمني ولا ما غير نوار وكذا الراجل لازم شويه نوار خليه شويه تفش شويه والله بالحق قاسي برشا برشا عنف الرجل لازم شويه الوان شويه نوار يهدي جنينه تصور انت مراه هي جنينه بطبيعتها وتزيدها نوار تلبسها لا المراه اغزر ما شبه باش يضرب الاجيال اغزر السمو اغزر السمو العسل انت نوار شويه قريسي قريسي لا الحاج قريسي بطبيعه تخرج الله وحد عليه وذواق وين حاب الحاج خونا ها يزيها لا الاكسبير هو يا غالي يا غالي تعاملت معاها لحظه باش نحكيكم النظر والله ما نفضت خويا اول مره تجيني معجبه قنبله في حياتي ساعة نحكي انا والناصر قدامي فهم بنكين قال لي يا جعفر قال لي راك متوضع ياسر يا جعفر قال لي راك متوضع ياسر قال لي راه مش ديما نسلم ومش ديما كذا قلت له يا الناصر شوف العباد هكا قلت له يا الناصر ناخذه بالخاطر قال لي خذ بالخاطر قال لي انا تو باش نلعب لك جارد كور يمثل ويفلم جارد كور يا خويا تجي قنبله تو يضيع وشر يا رسول الله يا برهان عمري ما ريت امراه كيك قالت لي يا جعفر نحب نعمل معك سيلفي قالها لا مش بيك قلت له يا الناصر انت شو مدخلك لا هذيك الحسد اللي تحكي عليه هذي هذي لا استطيع دمرني أنا والله راهي الله وحد عليها راهو بعد رمضان بعشق الفطر نحكي لك ابراهيم راهو 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 قالها لا مستحيل تتصور مع الارتيست ما عليك كويس الدين تو اقعد معنا في كويس الدين اي لا تقعد لا شوي عندي مرق قصد ربي انا قصد وجه ربي نسمع فيه كويس الدين هذي والله سؤال واحد يرحم ابيك ولا قصد وجه ربي اقعد معنا شوي نخرجوا فاصل صغير ونرجع لكم بعد شويه ما تفتحش لا 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 ل